نزيد حفظته يسمع شروط الصلاة؟ إذا لا درس. إخواننا هذه الأمور أهم ما يكون في العلم، بل هذه يعني أساسيات. هذا الذي لا يعرف الحساب إيش تقول عنه؟ لا يعرف الجمع واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ لا يساوي واحد. موجود من يقول إنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا جاهل، هذا ما يعرف شيء، يدعي التقدم والحضارة وكذا، هو لا يعرف إنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هذا يعرف حتى السرعة، لكن هم وهم كبار يعرفون، الدليل الجهل. كيف تريد أن تنكر على هؤلاء وأنت لا تعرف هذا الدين ولا تعرف الشروط ولا الأركان ولا الواجبات ولا شروط لا إله؟ تقع في الجهل. نقول اهدنا الصراط المستقيم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن أعرض عن ذكري. إخواننا لابد نتعلم نحفظ حتى نسير، نأخذ الشروط فقط، خاف من قلة ضبط الشروط، لا إشكال. نعم. طيب بسم الله. شروط لا إله إلا الله. وش الإشكال؟ شروط الصلاة. هذا القسم الثالث على ما قسمنا، القسم الأول ما يتعلق بالقرآن، القسم الثاني ما يتعلق بالتوحيد والشرك، القسم الثالث الصلاة. نعم شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة. الإسلام. شروط الصلاة وهي تسعة. يا أخواننا والله تعب حتى جمع لنا هذه العلوم. يقول شروط الصلاة تسعة وارتاح. ليش قال تسعة؟ حتى يعني تتذكر، قلنا هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد. أي نعم. طيب الأول الإسلام والعقل والتمييز والنية، انتبه معي ساعدك. إسلام وعقل وتمييز ونية، هذه الأربعة في كل عبادة. وارتاح يا أخي، أي عبادة تأتيك وأسألك إنسان ما شرط هذه العبادة؟ تقول إسلام وعقل وتمييز ونية، إلا في الحج والزكاة لا تذكر هذا حتى تتحقق. طبعا الإسلام في كل شيء. طيب الإسلام هذا الشرط الأول، ضد الإسلام الكفر. فإن صلى الكافر، أوقف، إذا صلى الكافر لا تقبل صلاته، صلاته باطلة. طيب صلى المنافق، نفاق الأكبر صلاته باطلة. نعم نفاق اعتقادي صلاته باطلة، فتح الله عليك اجلس. إذا جاءنا نسأل الله السلام العافية الكافر، نأمر بالصلاة؟ لا. نأمر بالختان؟ لا. نأمر بالزكاة بكذا؟ لا. أول ما يؤمر به الكافر الدخول في الإسلام. انتبه، هناك من الكفار ما يمنع من دخول الإسلام يخاف مثلا من الختان. فإذا جاء نصراني إلى الضحاك بن مزاحم رحمه الله وقال يا إمام إني أحب الخمر وأحب الإسلام، يعني أنه أخاف إذا أسلم أنه ما يشرب الخمر لأنه يحب الخمر، لو جاء واحد لك مثل هذا وقال تقول أسلم؟ أنا قال اشربها حتى تقطع بطنك. لا، أو لا تدخل الإسلام. قال له الضحاك رحمه الله قال اسلم واشرب الخمر، ما الإشكال؟ اسلم واشرب الخمر. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول. فقال له الضحاك أنت الآن مسلم، إن شربت الخمر جلبناك.
وإن رجعت عن الدين قتلناك. هذا فيه فقه العالم. لكن لو الواحد منا يأتي كافر ويقول أريد الإسلام لكن ما أريد أختتن، يقول اسمع، إما أن تختتن أو لا تدخل الإسلام أصلا. الناس اليوم والله هذا لو إلا من رحم الله ليس لديهم حرص على نشر الإسلام ودخول الناس في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عن إسلام الأمة، صح؟ نعم، بذل كل ما أعطاه الله من قوة، أدى ونصح وبلغ وجاهد في الله حق جهاده. إذن لا يخاطب لكن يعاقب يوم القيامة على ترك الصلاة ولا بد. قالوا ما سلككم في سقر، هذا الدليل. إذن الإسلام ضده الكفر. لو جاءت مرأة سافرة وقالت أريد الدخول في الإسلام تأمرها بالحجاب؟ لا، تقول أسلم. وإذا أسلمت تقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى شرح الله صدرها للحجاب وكل ما جاءت في الشرع. ومسلمة سافرة أفضل أو كافرة محجبة؟ نعم، لا شك الإسلام ضد الكفر. نعم، أنا استمع إليك. نعم، العقل. فإذا صلى المجنون صلاته باطلة. طيب، نعم، التمييز. ما هو التمييز؟ التمييز هو التفريق بين الأشياء. يعرف أنه هذا ماء ونار، تقول له اجلس، يجلس. مفهوم التفريق بين الأشياء. هل للتمييز سن محددة؟ لا، لكن في الغالب أن ابن 7 سنين يكون مميز. مفهوم؟ طيب، عندي سؤال. إذا صلى الصغير، صلى الصغير، ما حكم صلاة الصغير؟ أنت يا أخي خلف العمود أوقف. نعم، ما حكم صلاة الصغير؟ أنت ما غيره. ما حكم صلاة الصغير؟ صحيحة أو باطلة؟ الله، هذا جواب سديد. أجلس. نعم، في تفصيل. إذا كان مميز فالصلاة صحيحة، وإذا كان غير مميز فالصلاة باطلة. فتح الله عليك. إسلام وعقل وتمييز ونية. إحنا لماذا قدمنا النية الآن؟ حتى تعرف أن هذه الشروط في كل عبادة، إلا أن بعض الشروط تتغير في الحج والزكاة، هذه تأتي في موضع إن شاء الله تعالى. إسلام وعقل وتمييز ونية. إذا أراد أن يصلي الفجر يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم 27 من شهر ديسمبر في عام 2012 مؤتما بالشيخ علي في الساعة 6:15 بتوقيت سانت تيان، وبجانبي على اليمين الشيخ أبي عبد الرزاق، وبجانبي على اليسار لا أحد. بإذن الله تعالى يصح؟ لا يصح. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. في كل عبادة، في كل عبادة، في كل عبادة، في كل عبادة، حتى في الحج إذا جاء ونوى عند الميقات دون أن يتلفظ، حج صحيح؟ لو جاء عند الميقات وقال اللهم إني نويت حج هذا العام عام 1000 وكذا وكذا فيسره لي وتقبله لي، بدعة. التلبية شيء والنية شيء. مفهوم؟ نعم، إسلام والعقل والتمييز والنية. نعم، رفع الحدث الأكبر والأصغر. عندما تحفظ تقول رفع الحدث أي الأكبر والأصغر. فلو صلى عليه حدث أصغر صلاة باطلة، عليه حدث أكبر صلاة باطلة. فلا بد من رفع الحدث. الأكبر يكون بالاغتسال، والأصغر يكون بالوضوء. نعم،
إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء، وهو يحفظ يقول إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء، عن البدن والبقعة أي المكان والثوب، مفهوم؟ فلو صلى وعلى بدن نجاسة أو على ثوب نجاسة أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة واستطاع أن يزيل هذه النجاسة فصلاته باطلة ويعلم بها، مفهوم؟ لكن إن صلى وعلى ثوب نجاسة ولا يدري عن هذه النجاسة وبعد الصلاة انتبه لهذه النجاسة في الصلاة صحيحة. نعم. ستر العورة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أحسن من هذا أن نقول أخذ الزينة في الصلاة، لأن هذا الذي جاء في القرآن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنه يشكل على بعض الناس هذا الأمر، يشكل على بعض الناس باب النظر. احنا لا نتكلم عن باب النظر الأجنبية وكذا، نحن نتكلم عن صحة الصلاة، مفهوم؟ نعم. أخذ الزينة في الصلاة على ثلاثة أقسام: عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. كم يا أخي أنت؟ ثلاثة: عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. يقول لي هذا يا أخي أتعبتنا تقول رتب، لماذا لم ترتب هنا عورة مغلظة؟